أحبائي الكرام، مرحبا بكم. MiG-25 فوكس بات القوات الجوية الجزائرية. MiG-25 فوكس بات، MiG-25 فوكس بات، هي طائرة حربية روسية الصنع، وهي من طراز القاذفات الاستراتيجية الثقيلة، وتستخدمها عدة دول في العالم بما في ذلك الجزائر. تم تسليم الجزائر العديد من طائرات MiG-25 فوكس بات من قبل الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات، وهي ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا من قبل القوات الجوية الجزائرية. تميز طائرة MiG-25 بسرعتها العالية جداً، حيث يمكنها الطيران بسرعة تصل إلى 3000 كيلومتر في الساعة، كما أنها مجهزة بأجهزة استعار ورادار متطورة تمكنها من الكشف عن الأهداف على بعد كبير، مما يجعلها مناسبة لمهام للتجسس والاستطلاع وللدعم الجوي. ويمكن أيضاً استخدام الطائرة لقصف الأهداف الأرضية والبحرية، وهي مزودة بمدفع رشاش وصواريخ جو أرض وجو جو. MiG-25 فوكس بات والأسلحة التي تمتلكها. طائرة MiG-25 فوكس بات مجهزة بمجموعة واسعة من الأسلحة المختلفة التي تمكنها من القيام بمهام متعددة. وتتضمن الأسلحة التي تمتلكها عدة طائرة MiG-25 الفوكس بات. صواريخ جو جو، يمكن للطائرة حمل صواريخ جو جو متعددة الأنواع، مثل صاروخ R40 وصاروخ R60 وصاروخ R73، واستخدم هذه الصواريخ لتدمير الطائرات الأخرى في الجو. صواريخ جو أرض، يمكن للطائرة حمل صواريخ جو أرض مختلفة، مثل صاروخ كلاتش 23 وصاروخ كلاتش 25 وصاروخ كلاتش 58، وتستخدم هذه الصواريخ لقصف الأهداف الأرضية والبحرية. مدفع رشاش، يمكن للطائرة حمل مدفع رشاش متعدد الأنواع، مثل مدفع غاتلين بمقاس 23 ملم، ويستخدم هذا المدفع لإطلاق النار على الأهداف الجوية والأرضية. قنابل، يمكن للطائرة حمل قنابل متعددة، مثل القنابل العادية والقنابل الذكية، واستخدم هذه القنابل لقصف الأهداف الأرضية والبحرية. يجب الإشارة إلى أن الأسلحة التي تتمتلكها الطائرة تختلف باختلاف الدول المستخدمة لها، وذلك يتوقف على الاتفاقيات والصفقات الدولية والعلاقات الخارجية. MiG-25 فوكس بات ودورها في خلق التوازن في الحوض المتوسط. لا يمكن القول بشكل دقيق عن دور طائرة MiG-25 فوكس بات في خلق التوازن في الحوض المتوسط، حيث أن هذا الموضوع يتأثر بالعديد من العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية. ومع ذلك، يمكن القول بأن وجود طائرات MiG-25 فوكس بات في أسطول الجزائر الجوي يساعد على تحقيق توازن مع بعض دول للمنطقة التي تمتلك طائرات حربية متطورة، وبالتالي فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى منع أي تصعيد عسكري في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن طائرة MiG-25 فوكس بات تتميز بالقدرة على القيام بمهمة التجسس والاستطلاع بشكل فعال، وهذا يمكن أن يساهم في التحكم في أي تحركات أو تهديدات محتملة في المنطقة، وبالتالي يمكن أن يحسن من الأمن والاستقرار في الحوض المتوسط. ولكن يجب أن نذكر أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على التوازن في المنطقة، مثل العلاقات الدبلوماسية بين الدول والتعاون الاقتصادي والعسكري، والتحالفات والصدامات السياسية والعسكرية.
الطائرات التي تنافس ميل 25 فوكس بات. تنافس طائرة ميل 25 فوكس بات في فئة الطائرات القتالية الثقيلة القديمة عدة طائرات، ومن أهمها الطائرة الأمريكية الف 15 إيغل، وهي طائرة قتالية ثقيلة تستخدمها القوات الجوية الأمريكية وبعض الدول الأخرى. تم تصميم الطائرة اف 15 لتفوق في المناورة الجوية والهجوم على الأهداف الجوية، وتم تزويدها بأسلحة متعددة تشمل صواريخ جو وجو أرض ومدفع رشاش. الطائرة الروسية سوخوي 27، وهي طائرة قتالية ثقيلة تستخدمها القوات الجوية الروسية وبعض الدول الأخرى. تم تصميم الطائرة سوخوي 27 لتفوق في المناورة الجوية والهجوم على الأهداف الجوية والأرضية، وتم تزويدها بأسلحة متعددة تشمل صواريخ جو وجو أرض ومدفع رشاش. الطائرة الصينية جي 10، وهي طائرة قتالية ثقيلة تستخدمها القوات الجوية الصينية. تم تصميم الطائرة جي 10 لتفوق في المناورة الجوية والهجوم على الأهداف الجوية والأرضية، وتم تزويدها بأسلحة متعددة تشمل صواريخ جو وجو أرض ومد فاع رشاش. يجب الإشارة إلى أن هذه الطائرات لها مميزات وعيوب تختلف باختلاف التصميم والاستخدام، ولا يمكن تحديد الطائرة الأفضل بشكل قطعي. استعلت روسيا ميل 25 في حربها على أوكرانيا؟ لا، لم تستخدم روسيا طائرة ميل 25 في الحرب التي شنتها على أوكرانيا في عام 2014 والتي لا تزال مستمرة، حيث أن ميل 25 هي طائرة قتالية قديمة تم تطويرها في فترة الحرب الباردة في الاتحاد السوفيتي، تم قاعدها في روسيا في وقت سابق. وفي الحرب الحالية في أوكرانيا استخدمت روسيا طائرات حديثة من طراز سو 34 وسو 24 وسو 25 وسو 27 ومي 29 ومي 24 في عملياتها الجوية ضد القوات الأوكرانية. ومن المهم الإشارة إلى أن استخدام الطائرات في الحرب يخضع للعديد من العوامل الاستراتيجية والتكتيكية، ويمكن الجزم بالطائرات المستخدمة بناء على معلومة واحدة فقط. أنت ما رأيك في هذه الطائرة المميزة؟ هل تعتقد أنها ستواصل الخدمة مستقبلاً؟ أترك لنا تعليقاً من خلاله نرى مدى استيعابك لمضمون هذا الفيديو. لا تنسوا أحبائي دعمنا بإعجاب وبالاشتراك في القناة لضمان الاستمرارية.